طيب احنا عندنا طبعا خبر مهم جدا عن كواليس البعثة، ولسه الخبر طبعا صدر منذ قليل. طبعا البعثة على رأسها الكابتن محمود الخطيب اللي هيسافر إلى الدوحة إن شاء الله لطبعا حضور كأس العالم للأندية. الأهلي بيشارك للمرة السادسة في تاريخه، لكن هنبدأ بخبر مهم أيضا يخص النادي. زي ما احنا عارفين أن الأهلي دايما في المقدمة وفي الريادة، وده اللي مش في كرة القدم بس، الحقيقة ده على مستوى الإدارة والإنشاءات كمان. النهارده النادي الاهلي بيتسلم شهاده زي ما انتم شايفين دلوقتي، شهاده المطابقه مع المواصفات الدوليه الايزو، ودي الحقيقه بتجعل الاهلي اول نادي رياضي في الوطن العربي وفي قاره افريقيا كلها يحصل على هذه الشهاده اللي بتعكس رغبه القائمين على النادي بالتاكيد في وضع النادي في المكانه اللي بيستحقها في كل العصور وعبر تاريخه. النهارده بيسلم هذه الشهاده المهندس محمد عثمان رئيس شركه الشرق الأدنى للخدمات، بيسلمها للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. شهادة الأيزو دي كانت في حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة وأيضا المدير التنفيذي للنادي طبعا. والأهلي بيحصل على الأيزو بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة في النادي، دي بيقوم بيها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى زي ما قلنا للخدمات، ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات، ودي طبعا واحدة من كبرى الهيئات المانحة للشهادات دي، نظم الإدارة في مصر وأوروبا كلها طبعا، ده طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم الإدارة والجودة طبعا. السيد عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات النهاردة بيمنح إدارة الأهلي الشهادة دي زي ما قلت لحضراتكم، وقال إنه الأهلي هو أول نادي مصري وأفريقي زي ما قلنا يحصل على هذه الشهادة، وأكد إنه العمل في هذا الأمر استغرق 3 أسابيع كاملة، وده شهد منح العديد من إدارات النادي الداخلية، محاضرات متنوعة كتيرة جدا فنال على إثرها العاملين فيها على شهادة تكريم بعد ما اجتازوا الدورة التدريبية. فإحنا بنهني مجلس الإدارة وبنهني كابتن محمود الخطيب طبعاً وأعضاء يعني المجلس. طبعا كل التهنئة للكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي والجمعية العمومية، لأن اللي ما يعرفش طبعا شهادة الأيزو من الشهادات العظمى في المؤسسات الكبيرة، وده بيدل أن النادي الأهلي بيسير على الشكل المؤسسي زي ما النادي الأهلي عملاق على المستوى الرياضي، كمان مجلس الإدارة ما بينساش الإنشاءات، وكمان كابتن محمود الخطيب يمكن أول ما تولى المسؤولية قال إحنا عايزين كمان الكوادر الإدارية على المستوى الإداري. النادي الأهلي بيخطو خطوات كبيرة جدا على المستوى مش المحلي، على المستوى الدولي. شهادة الأيزو دي يا جماعة شهادة مهمة جدا وليها شروط معينة، مش أي حد بياخد شهادة الأيزو. عشان تكونوا عارفين شهادة الأيزو بتمنح للشركات، مما يدل كمان الشركات كمان المقيدة رسميا في الدولة، وبالتالي النادي الأهلي كمان بيثبت أنه هو كمان ماشي في طريق الاحترافية الكاملة، عنده شركة باسم شركة النادي الأهلي. الأيزو بيبقى ليها مواصفات صعبة جدا عشان تدي الشهادة دي، زي ما قلنا أو سهام قالت التدقيق في العملية الإدارية، يعني قبل ما بيدوا الشهادة دي في عملية تدقيق كاملة على المستوى المهاري والمستوى الإداري داخل جدران النادي الأهلي، وده اللي شافوه من خلال 3 أسابيع اللي فاتوا. كمان الأيزو دي كمان بتمنح للشركات العالمية اللي من خلالها المنحنى العالمي بيزيد على مستوى التجارة، يعني كمان فلوس على مستوى التسويق. إن الأيزو دي كل الشركات العالمية اللي حصل على الأيزو بتاخد خطوات ثابتة جدا جدا من خلال التطور على المستوى الاقتصادي والإداري طبعا. الاقتصادي يعني المستوى الإداري ده جزء مهم جدا، مش هيقدر يديك الأيزو غير لما تكون على مستوى عالي جدا جدا من الإدارة، لكن الشركات العالمية اللي عندها الأيزو وكل الشركات اللي يعني بتطمح في تطوير أدائها الإداري وتحسين أدائها الاقتصادي بتجري ورا بتطمح للشهاده زي دي. كابتن كابتن محمود الخطيب قال كمان من دي خطوه بتعكس اصرار مجلس الاداره على السير بقوه لتحقيق اهدافه في الاتجاهات، في كل الاتجاهات زي ما قلت لحضراتكم، الرياضي الانشائي كمان الاداري. احنا بنتكلم على اداره محترفه، وده كله في ظل البحث عن وضع النادي في المكانه اللي يستحقها كيان النادي الاهلي على جميع الأصعدة وبالشكل اللي يليق بطموحات وأعضاء وجماهير النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب كمان أوضح أن حصول إدارة النادي الأهلي على شهادة الأيزو
مثابة مرحلة أولى، ده لسه الخطوة الأولى في الطريق، خاصة أن هناك المزيد من الشهادات المعتمدة دوليا أيضا في هذا المكان، أن النادي الأهلي دايما بيتطلع للحصول عليها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله لاستكمال الطفرة الإدارية اللي بتشهدها طبعا إدارة النادي الأهلي، يعني باعترافات كمان مش على المستوى المحلي، باعترافات دولية من خلال إن شاء الله هذه الإدارة اللي بتعكس يعني طموح جماهير النادي الأهلي، وبتعكس كمان يعني اهتمام مجلس الإدارة بالجمعية العمومية، لأن ده كمان راجع على الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية بالإفادة. أكد الكابتن محمود الخضيب تقديره للتعاون مع الشركة اللي تعد NES، دي شركة واحدة من أكبر شركات الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وفي أوروبا، وده كله طبقا لمتطلبات ومواصفات دولية زي ما قلت لحضراتكم، مش أي حد ممكن ياخد هذه الشهادة. النظم وإدارة الجودة ده شيء مهم جدا. كمان الكابتن محمود الخطيب قال إن الحصول على الشهادة ديت بيحمل كمان النادي الأهلي مسؤولية كبيرة جدا وأعضائه وجماهيره. ليه بيحمله مسؤولية؟ لأن بيكون فيه متابعة دايما من الشركة ديت على الجودة وعلى الإدارة بدون أخطاء وعلى الرؤية المستقبلية. الموضوع أنك مش خدت شهادة كده بس، لا ده بيجي تابعوك أنت عملت إيه، اشتغلت إزاي. فالنهاردة ده استمرار للحفاظ على ريادة النادي الأهلي في كل المجالات. كمان حرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على التطور والتطوير المستمر في قطاعات النادي المختلفة، وأكد أن الحصول النادي الأهلي على هذه الشهادة شرف كبير جدا وفخر لكل الأهلوية.